قامت محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس بمشاركة الشبكة الجهوية لرصد الطيور برصد 22 نوع بتعداد 1109 طائر في كل من بحيرة سيدي محمد بن علي وست صارنو. من بين أهم الطيور التي تم رصدها لافولك ماكخول بتعداد 350 طائر، لو غران كورمورون بتعداد 100 طائر، كانار كولفير بتعداد 150 طائر، أيضا غريب أوبي، غريب كاستانيو، غريب أكونوار،